اه ماهر، عايز يا حبيبي؟ معلش يا ماهر، انا نزلت لك الايد بالغلط. قول يا حبيبي، عايز تقول ايه؟ عايزة أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا حبيبي، وعليكم السلام. دي مش محتاجة ريز هاند يا ماهر بقى، القلوب مسلمة يا عسل، القلوب مسلمة يا حبيبي. ايوه، اصل لو كل واحد هيعمل لي ريز هاند عشان يقول لي السلام عليكم، مش هنعرف نشتغل. تمام. ايوه ايوه يا زين، عايز يا حبيبي. ينفع مثلا النهارده اجاوب؟ طيب يا حبيبي، حد وانا كمان يا مستر، انا ماشي. ماشي، مين تقول؟ شكرا. بص يا حبيبي بقى كده، تعالوا نشوف موضوعنا المهم. موضوعنا النهارده اللي هو اسمه operations on decimals. يعني ايه operations؟ اهو operations يعني عمليات. طبعا العمليات المقصودة يعني العمليات الحسابية، مش هنعمل عملية الزايدة للنمبرز مثلا أو للديسمالز. تمام. هنتعلم النهاردة إزاي أعمل أديشن وسبتراكشنز للديسمالز. إزاي أعمل إيه؟ أديشن وسبتراكشنز لإيه حبايبي؟ للديسمالز. تمام. الموضوع بمنتهى البساطة إن أنت بتظبط، بتشتغل عادي خالص زي ما كنت بتشتغل، بتعمل ادنج للانتجرز وادنج للديسيمال، بس بنشتغل مع بعض عادي. يعني مش بتحسب دي لوحدها وتحسب دي لوحدها، بس في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها. اول حاجة ان انت تعمل حاجة اسمها الاين. يعني ايه الاين؟ الاين يا ولاد يعني محاذاة. يعني ايه محاذاة؟ انت في ارض المدرسة لما تبقى واقف في الطابور ويتقال لك اعمل محاذاة على اللي قدامك، يعني اقف وراه بالظبط، لا تبقى يمينه ولا تبقى شماله، عشان يبقى شكل اللاين اللي الطلبة واقفين فيه مظبوط. ما يبقاش طالب واقف كده وبعدين طالب واقف كده وبعدين طالب التالت واقف كده والرابع واقف كده والخامس واقف في النص كده والسادس هنا. ده هيبقى منظر فصل، ده منظر فصل، منظر عشوائي. انما بقى تخيل بقى طالب واقف وطالب واقف وراه وطالب واقف وراه وطالب واقف وراه وطالب، دول كده اسمهم عاملين محاذاة. تمام. انتوا في الحقيقة بتبقوا المنظر الغلط ده، يعني انتوا في الحقيقة بتبقوا كده، وتغلبوا المدرس اللي بيبقى واقف عندكم الحصة الأولى عشان تقفوا محترمين وزي الناس. تمام. طيب المحاذاة بقى يا ولادي، يعني اما اقول لك اعمل الاين، يعني اعمل الاين يعني اليونت يبقى تحتها يونت، التنس يبقى تحتها تنس، الهندرد يبقى تحتها هندرد، الديسيمال بوينت تحتها ديسيمال بوينت، التنث تحتها تنث، الهندرد تحتها هندرد. هو ده معنى كلمة ألاين. تمام يا حبايبي. اللي بيظبط لنا الموضوع ده، اللي بيظبطه لنا الديسيمال بوينت، اللي بيظبطه الإيه؟ الديسيمال بوينت. تعالى كده نشوف أول مثال. أول مثال بيقول لي سبنتين بوينت ثري بلس 4.6. فين يا ولاد البوينت؟ اهي تتحط هنا البوينت، تبقى تحت البوينت. تمام. وادي الفور اللي هي يونت، تحت السيفن اللي هي يونت، والسكس اهي، صح؟ طيب يبقى دي نمبر ايه؟ نمبر ايه؟ بشتغل ازاي؟ 3 بلس 6 ايكوال 9، قابلني الديسيمال بوينت نزلتها، 7 بلس 4 ايكوال 11، 1 وكاري اب 1. ال 1 ده كده بقى كام؟ بقى 2، بعد ما حصل له كاري بقى 2. طب هل في هنا تنس بليس؟ لا ما فيش، خلاص يبقى تنزل ال 2، اعمل دروب لل 2. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف نمبر بي تتحل ازاي؟ نمبر بي بيقول لي فيها 2.65 بلس 9.3. واحد ممكن يكتب لي 9.3 كده يا ولاد، بص يكتب لي كده 9.3. طبعا ده غلط. ليه بقى؟ الديسيمال بوينت هو ما عملش الالاين اللي انا قلت عليه. الديسيمال بوينت مش تحت الديسيمال بوينت، هو هيشتغل ال 9 مع ال 6، مع ان ال 9 دي يونت في النمبر اللي تحت يونت، ال 6 في النمبر اللي فوق ديسيمال. ينفع تشتغل اليونت مع الديسيمال؟ لا. وهيشتغل ال 3 مع ال 5، ورغم ان الاثنين ديسمالز بس غلط، لان ال 3 تنسز ال 500. تمام.
يبقى هو يبقى ده غلط، ان انت ايه ما تعملش الاين، ما تعملش محاذاه. الصح تبقى ايه؟ الصح تعمل كده. ناين اهي، الديسيمال بوينت تحت الديسيمال بوينت، وهنا 3. كده الديجيتس اللي ليها نفس البليس فاليو تحت بعض، اليونت تحته اليونت، الديسيمال تحت بوينت تحتها الديسيمال بوينت، التنث تحته التنث. طيب في خطوة تانية لازم تاخد بالك منها. انت دلوقتي عندك فوق 2 decimal places، عندك فوق ايه يا بابا؟ 2 decimal places. عندك تحت كام؟ عندك تحت 1 decimal. تعمل ايه؟ لازم تعمل equating، لازم تعمل equating لل number of decimal places. ازاي؟ ال 1 decimal place هخليه يبقى 2 decimal عن طريق ان انا احط 0 هنا بس كده، زي ما كنت بتعمل في الكومباريزون عشان تقول smaller و larger. مش انت كنت بتعمل كده؟ اعمل كده هنا برضه. خلاص كده المسألة بقت في كي جي 1. 5 بلس 0 ايكوال كام يا حبيبي؟ ايكوال 5. 6 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 9. 2 بلس 9 ايكوال كام؟ ايكوال 11. خلصت المسألة. تمام يا حبيبي؟ طيب تعالوا كده نشوف، عايزين حد يشتغل لنا نمبر سي. تمام؟ يلا أولاد كده نشوف نمبر سي 13.8 بلس 5.75. طبعا أنا كتبت المسألة، نفذت الإيه؟ نفذت الألاين. تمام، عايز بقى حد يشتغلها معايا. قول يا زياد، قول يا حبيبي، اشتغل يلا معايا. نعم، نمبر أنا سي نوت الأول نكتب 13، وقصدي 13 تحت، 13.8 تحت. أنا عملتها فوق، إيه المشكلة؟ خلاص خلاص. يلا دلوقتي نوت 75 ونوت 8، الـ 8 ديت لازم نعملها equating، بنحط جنب الـ 8 0. برافو. هنا عندي 1 ديسمال، هنا 2 ديسمال، زي لازم اعمل equating to the number of decimal places عن طريق ان انا احط 0 هنا. تمام، اشتغل يا حبيبي. Then out equal 5. Add 8 plus 7 equal 15. تمام، 5 and carry up 1. يجي على 3 يخليها 4. 4 plus 5 equal 4 plus 9 قصدي equal 9. Then تاني add it نازل 1 بعد كده drop the 1. خلاص خلصت. بعد كده ايه؟ ما فاضلش حاجه. تمام، يبقى دي نمبر ايه؟ 15.55. تمام، شكرا. خلاص شكرا، شكرا يا حيو. خلصت خلصت. انت مصر ان انت يعني تجيب زياده في المساله منين؟ هي خلصت. ماشي يا حبيبي، تمام. تعال عايزين حد يشتغل لنا نمبر دي. قول يا ماهر، ما نقدرش نزعلك يا ماهر. قول يا قول يا ماهر، قول يا حبيبي. نعم يا مستر. قول يا بابا، 0.875 بس 0.43. قول يا حبيبي. اوكي، نعمل 43 equating، نحط لها 0 جنبها. تمام، اشتغل يعني. و 5 plus 0 equal 5، و 7 plus 3 equal 10. نحط الزيرو وناخد الون فوق، هتبقى 9، هتبقى 13. طبعا هنكتب الثري والون هيروح في مع الانتجرز، الانتجرز هم زيروات، الانتجر زيرو. صح يعني هو الون اصلا جه هنا، الون جه هنا، ف1 بلس 0 ايكوال 1 بلس 0 ايكوال 1. تمام يا حبيبي، شكرا يا ماهر. تمام، مبسوط يا ماهر؟
مبسوط يا مبسوط بابا؟ يا مصطفى، ماشي شكرا يا حبيبي، العفو يا حبيبي، حصتك ممتعة على فكرة. ربنا يخليك يا ماهر، ربنا يسعدك. هتلاقي اللي بعدها هيكون ياسين ضياء. انت بتبقى مبسوط في حصة المس؟ انت بتقولي حصتك ممتعة، اسعدتني والله بكلمك، لان حصة المس في الاصل، يعني في الغالب، مش في الاصل، في الغالب، خلينا نقول في الغالب، ما بتبقاش محبوبة من الطلبة يعني. لا أنا بحب حصة تمام، بتحبها عشان المادة ولا الجبر. عشان انا؟ ها؟ بتحبها عشان المادة ولا عشان انا؟ عشان الاثنين والله بتبقى ممتعة والله، ماشي يا جميل، تسلم يا حبيبي، شكرا. بتجيب لي متعة كده. ماشي يا حبيبي، بص يا ولاد، بيقول لي بلس 9 في نمبر ايه؟ بيقول لي بلس 9. طب انا عشان ال 9 ده انتجر ولا ديسيمال؟ انتجر، يبقى يتحط تحت الانتجر. الانتجر لو 1 ديجيت، اللي هو طالما هو 1 ديجيت يبقى ده يونت على طول، طالما هو 1 ديجيت بس. 2 ديجيت يبقى يونتس اند تنس، 3 ديجيتس يبقى يونت وتنس و100. ما فيش ديسيمال، خلاص ممكن اعمل ديسيمال بوينت كده واحط زيروز من عندي. ده معناها ايه؟ ان ما فيش ديسيمال برضه. تمام، مش انت بتشوف في ماتش مباراه كره القدم لما الفرقتين ما يسجلوش بيقول لك 0 0، النتيجه 0 0، يعني ما فيش اهداف، لا ده سجل ولا ده سجل. طب انا لما احط زيروز في الديسيمال معناها بقول ما فيش اي ديسيمالز، لا في تنسز ولا هندردز ولا ثاوزند. تمام، خلاص هي كده ما بقتش مستاهله اي مجهود يعني. 7 بلس 0 ايكوال 7، 0 0 1 بلس 9 ايكوال 10. تمام، نعم. 10.007. عبد الرحمن زيدان، قول يا عبد الرحمن. نعم يا مستر. قول يا حبيبي. نمبر اف 9.8 نمبر اف 13 بلس 2.65. اشتغل، يلا نعمل ايه؟ مش approximating. ابروكسيميتنج. انت سابق الاحداث ليه يا حبيبي؟ ده لسه ما دخل، ما وصلنالوش. بالله عليك، طلعت من بق الكلمه دي. ها، طيب انا بقول لك اعمل اديشن للرقمين دول، ده درس لسه هنوصل له، انا ما جبتش سيرته خالص. نعمل 2 zeros point وبعدها 2 zeros ل 13. تمام كده، مظبوط، اشتغل يلا. 0 plus 5 5 6 plus 6 6 قصدك 0 بلس 6. تمام، بعدها كمل. نحط point و13 plus 2 15. تمام يا مشمش، شكرا جزيلا. طيب نمبر جي، خلاص نمبر جي ونمبر اتش زيها، تعالوا بقى نشوف اي وجي، تعالوا نشوف نمبر اي ونمبر جي. يلا يا حبايبي، نمبر اي بيقول لي فيها 28.65 بلس 17.3 بلس 2.05. هشتغلها. بنعمل ايه يا حبايبي؟ هنعمل equating للنمبر اوف ديسيمال بليسز. عندك كام ديسيمال؟ عندي هنا 2 ديسيمال وعندي هنا 2 ديسيمالز، بس هنا 1 ديسيمال. اعمل ايه؟ احط له 0 عشان يبقى كله 2 ديسيمالز. تمام، وبرده لازم تعمل align. فين الالاين؟ الديسيمال
تحتها الديسيمال، تحتها الديسيمال، الديسيمال هي اللي بتظبط لك الدنيا. تمام؟ اليونت تحت اليونت تحت اليونت، التنس تحتها التنس، وكذلك في الديسيمالز اللي لهم نفس بليس فاليو تحت بعض. خلاص كده، كده انت كده عملت كده، يبقى انت قطعت اكتر من نص الطريق. اللي باقي بقى خلاص بقى، بقى شغل ايه؟ شغل طالب في سنة اولى. اللي انت عملت ده، ده كده سنة رابعة. اللي باقي سنة اولى 5 بلس 5 دي مش طالب سنة اولى بيجاوبها، بس 5 بلس 5 ايكوال 10 0 كاري اب 1 يا عم سنة تانية، عشان هتعمل كاري. الوان هيجي هنا، دي بقت 7 بلس 3 بقت 10 0 كاري اب 1. الوان هيجي على الايد دي خليها 9، 9 بلس 7 ايكوال 16، 16 بلس 2 ايكوال 18، 8 وكاري اب 1 دي بقت 3 بلس 1 ايكوال 4. يبقى الانسر هي كام؟ 48. تمام يا حبايبي؟ انا عايز الناس تشتغل نمبر جي لوحدها بالورقه والقلم دلوقتي. تمسك الورقه وقلم قدامك او كشكول او اي حاجه عندك، وتحسب نمبر جي، وهخلي وهفتح المايك للناس. اللي هيخلص يعمل، اللي خلص يعمل ريز هاند. اللي خلصها يا ولاد، اللي خلص إجابة السؤال ده يعمل ريز هاند. أنا هنزل الآيات أهو من أول دلوقتي. الناس تشتغل نمبر جي وحلوينها بالأخضر، واللي خلص يعمل ريز هاند. هيوريكم نمبر جي عشان بس محدش يتلخبط. بس في الفصل التاني لقيت الناس، تشوف أنت عارفين في الفصل التاني لقيت إيه؟ لقيت الطلبة بعد ما اديتهم وقت لقيتهم بيجاوبوا لي نمبر أي دي. تخيلوا اللي أنا حللها، يعني انا حليت اي وقلت لهم حلوا جي، لقيتهم بيحلوا نمبر اي برضه. طبعا مش كلهم، بس كذا طالب عمل كده. تمام، هنجاوبوا نمبر جي اللي هي ايه؟ اللي انا مظللها بالاخضر اللي هي دي. تمام، اهو انا كتبتها لكم هنا، اهو 53.145. تمام، بعدين 1.97، بعدين 213.8. تمام كده، اه اللي قدامكم دي مفيش حجة لحد انه يغلط. الزياد بس اللي جاوب، ما تستعجلوش، خدوا وقتكم.
الاثنين دول بس اللي طلعوا الناتج. ماشي، قول يا احمد عايز، قول يا احمد عايز. 267 تمام، هكتب انت 267 ايه؟ 0.15. طيب هنسأل، نسأل رأي زمايلك ونشوف. ايوه يا ماهر، طلعت نفس الكلام يا ماهر؟ لا مصر. طلعت ايه يا ماهر؟ طلعت 94.325. طب احنا من غير ما نحسب، انت غلط يا ماهر، من غير ما نحسب. ليه يا ماهر يا جميل؟ لان انا عندي نمبر واحد من الثلاثه 213، والمساله كلها ده في ماينس، ده هنا في ماينس، معلش. لا يا ابني مفيش ماينس، هو كل المساله كلها انا اللي كتبت غلط في الماينس، ده بلس. تمام تمام ماهر. طب راجع، انا عملتها بلس من غير ما اشوف. ايوه ما هو السؤال بلس، انا اللي وانا بنقل. نعم طبعا، بس انا شفته في الاول بلس، فعشان كده انا ما حسبتش من على بتاعك، انا حسبت من كمان. وبعدين عايز اسالك يا ماهر، هو احنا خدنا ازاي اعمل سمولر ماينس لارجر؟ ما ينفعش. تمام محتاجك ما تنفعش، اشتغلها تاني يا ماهر. طيب اشتغلها تاني او ركز معانا بقى. عملت ايه يا زياد؟ عملت مستر بلس، طلع لي مستر اجابه 267.350. زياد ده بلس مش ماينس. انا ما عملتها بلس بلس. ماشي مستر، ما عملتهاش 3 اي، ده 350. ايوه كده، ده اللي انت قلته. ماشي طب تعالوا بقى يا اولاد نشتغل. طب تعالوا نشتغلها وهنشوفها بواحده واحده. بص يا حبيبي، انا هعمل ايه؟ هحط زيرو عشان اعمل ايكويتنج، عشان يبقى عندي ذا سيم نمبر اوف ديسمال بليسز. تمام طيب انا هحط زيرو هنا، هحط هنا زيرو وزيرو كده بقى. ليه دلوقتي اصبح عندي 3 ديسيمالز؟ 3 ديسيمالز. تمام، ما انا قلت بقى، قلت لك ده اللي في سنه رابعه، الباقي كلها حاجات اللي هيبقى المتبقي هتبقى سنه اولى وسنه ثانيه. انت كده تقدر تشتغل. لخبطت. 5 بلس 0 بلس 0 هي ال 5. 4 بلس 7 ايكوال 11. 1 وكاري اب 1. يجي على 2 دي خليها 3. 3 بلس 9 ايكوال 12. 12 بلس 8 ايكوال 20. 0 وكاري اب 2. يا مستر انا عملتها 4 بعدين تحتها 0 بعدين تحتها 8. هو ينفع انت تتكلم وانا بتكلم يا ماهر؟ يعني ينفع انا بتكلم عليك تيجي داخل في الخط كده؟ ينفع؟ لا تقطع كلامي؟ طيب لا بص يا حبايب، احنا اخر حاجه وصلنا لها ان انا جمعت التنسز طلعت 20. 0 كاري اب 2، ال 2 تيجي يا اولاد على ال 3 تخليها 5. 5 بلس 1 ايكوال 6 بلس 3 ايكوال 9. 5 بلس 1 ايكوال 6 وادي ال 2، يبقى هي دي الانسر يا اولاد. تمام انا اتاكدت منها اهو. عايزين نوريها لكم على الكالكوليتر او اوريها لكم. نفتح المايك لحد يملينا. ملينا يا سينا ده كده، ملينا حبيبي كده الارقام دي على الكالكوليتر، بس رقم من الشمال لليمين، رقم من الشمال لليمين. حاضر يا مس. اللي احنا لسه مجاوبينها نمبر جي. اوكي 53 بوينت. تمام ثانية، بوينت 245. أنا مش عارف هي دي لسه مال بوينت ولا كوما سيباريتور، يعني أنا مش عارف قصده كوما يا مستر. طب استنى كده ثانية واحدة، أما نقوله بلس 1 إيكوال كام؟ طيب استنى 0.4 بلس، اصل ساعات بيبقى في حاجه اسمها كوما سيباريتور. خلاص كول 1، لا يبقى هي فعلا البوينت. تمام مليني بقى يا حبيبي كده النمبر. خلاص من الاول.
53.245 1.970 269.015 اللي احنا مطلعينها صح ولا لا؟ ماشي حبايبي ذا سيم ريزلت، انا بعملها لكم حتى اطمئن قلبكم يعني. ماشي أنا حلوين كتبت... انا كتبتها يا مستر كلها صح، بس اخر رقمين يا مستر كتبتهم غلط، كتبتهم 71. طيب تعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف الاولاد ازاي بننفذ السبتراكشن. اهم حاجه تكون استفدت من غلطك وما تكررهوش. تعالى نريد نشوف السبتراكشن. السبتراكشن اهو بنشتغل بنفس الطريقه، نمبر A مثلا بيقول لي 2.325 - 0.214 بنعمل ايه؟ بحط بعمل align برضو، align كاتب لك الكلمة اهو تمام. بننفذ الايه المحاساة، وقلت لك اللي بيظبط لك الدنيا الديسيمال بوينت تمام، الديسيمال تحت الديسيمال، يبقى انت كده ضمنت ان كله يبقى ايه هيبقى مظبوط. تعال بقى اشتغل. 5 - 4 = 1 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1 ادي الديسيمال 2 - 0 = 2. خلاص الموضوع منتهي خلاص. ادي نمبر A. نمبر B بيقول لي 89.75 - 5.34 تمام يا حبايبي. برضو عملت الديسيمال تحت الديسيمال وهنشتغل 5 - 4 = 1 7 - 3 = 4 وادي الديسيمال 9 - 5 = 4 وادي الايت. تمام يا حبايبي، يبقى ايه مفيش ادنى مشكلة خالص. نمبر سي، عايز حد يشتغل معايا نمبر سي وبتنفذ نفس الكلام اللي قلناه، نفس اللي قلته في الاديشن بتعمله هنا بس بيبقى سبتراكشن. مين يشتغل معايا نمبر سي؟ قول يا عبد الملك يا نجار. نعم يا مستر. انا بتضايق بقى من اللي اساله في سؤال واضح ان انا بقول احنا بنجاوب في كذا ويقول لي نعم يا مستر. هكون بسالك عن ايه يا عبد الملك؟ هكون بسألك عن ايه حبيبي؟ بس قولي، بس هكون بسألك يعني انت عامل جمعية مثلا وهتسألني عن دوري ولا ايه؟ مش فاهم. احنا دلوقتي مش بقول احنا انا عايز حد يشتغل معايا نمبر سي وفتحت لك المايك. يلا يا عبد الملك. ايوه مستر، بس انا بقول جاوب يا بابا. تعود. ماشي يا حبيبي. اعمل ايه؟ قلنا بنعمل equating to the number of decimal places. قلنا بنعمل ايه يا حبيبي؟ equating to the number of decimal places. فهعمل ايه يا حبيبي؟ احط هنا 0 احط هنا 0 0 - 5 ما ينفعش. can't be or it doesn't work. borrow الزيرو اللي جنبه برضو معهوش حاجة، يروح عند 6 هتاخد منها 1 تبقى 5 يبقى 0 الاول
ايوه تن. هناخد منه يبقى هو ناين، ناين والتاني والاخر تن. وخدها قاعده بقى، لما تستلف من ديجيت بعيده مش من النكست ديجيت، اللي في الطريق بيزيد 9 واللي بعمل عندها ستوب بتزيد 10. اللي في الطريق بيزيد 9 واللي بعمل عندها ستوب بتزيد كام؟ 10. 10 ماينس 5 يلا ايكوال كام؟ ايكوال 5. 9 ماينس 7 ايكوال 3 قصدي ايكوال 2. 2 2 5 ماينس 2 ماشي. و وزيرو ماينس زيرو يكول زيرو. تمام. شكرا يا حبيبي. قولي يا أمير. حاضر. نعمل ايه؟ 9 ماينس اي بس في خطوة لازم ننفذها الأول قبل ما نشتغل. بنعمل ايه؟ equating to the number of decimal places. بنعمل ايه يا بابا؟ equating the number of decimal places. عندك كم decimal يا بابا في الأولاني؟ عندي 2 decimal. عندك بابا؟ عندك 2 decimal صح؟ صح؟ طيب وعندك كم decimal هنا؟ عندي 1. طيب يبقى 2 decimal 1 decimal. نعمل ايه يا أمير؟ minus. لا حبيبي قبل ما اعمل انا بابا انت ليه ما بتحاولش تسمع أمير؟ هنحط 0.0 عشان يبقى عندي 2 decimals و 2 decimals صح؟ صح. اشتغل يا بابا. هاد 78 minus 50 لا خدها digit digit، خدها digit digit ماشي؟ 8 minus 0 equal 8، 7 minus 5 equal 2، 2 minus 3 is 5, 12 minus 3 equals 9 with 1 to 0. ما خلاص خلصت كده يعني. تمام يا حبيبي شكرا جزيلا. يبقى 9.28. شكرا يا أمير يا جميل. تعالوا بقى يا أولاد نشتغل واحدة زي number if. عايزكم بقى تركزوا في نمبر اف دي ليه؟ لانها تعتبر ثلاث مسائل في مساله. ازاي يا مستر؟ هو بيقول لك نفذ الاديشن ده. تمام هنفذه، وبعدين نفذ الاديشن ده. البراكت ده يا ولاد يعني احسب اللي جوه البراكت. قال لي وبعد ما تنفذ الاديشن ده والاديشن ده اعمل ما بينهم ايه بقى؟ اعمل ماينس للرقمين اللي طلعوا لك اللي هي الماينس دي. تمام يا حبيبي؟ تمام؟ اشتغلها فين بقى؟ هناخد الكلام ده ننقله الشريحة التانية. يلا بقى نشتغل دي فوق. بيقول لي عندك 24 2 3 5 ومعاها 0.065. ده البراكت الاولاني. تمام يا حبيبي عشان بس تبقوا عارفين انا شغال فين. انا شغال في السؤال اللي انا هلونه لكم باللون الاخضر ده او الاصفر ده. ده السؤال اللي احنا بنجاوبه. تمام في براكت اهو، براكت يعني اشتغل على اللي جوه البراكت. 24.235 بلس 0.065. انا عندي كام ديسيمال؟ عندي 3 ديسيمالز وعندي 3 ديسيمالز ما فيش مشكله، وحاطط الديجيتس تحت بعض مظبوط. 5 بلس 5 ايكوال 10، 0 كاري اب 1
دي كده بقت 4 بلس 6 10 0 كاري اب 1 يجي على دي خلاها كام 3 بوينت وادي ال 4 بلس 0 ايكوال 4 وادي ال 2 يبقى انا كده حسبت الايه البراكت الاولاني احسب البراكت الثاني اللي هو كام 17 بلس 1.3 طبعا ال 17 دي ال 17 انتجر فانا هعتبر ان في ديسمال بوينت هنا وفي زيرو ما هو اي انتجر نمبر يا ولاد بيساوي نفسه وديسمال بوينت واي عدد من الزيروهات زي ما عجبك مفيش مشكله ما هو ديسمال بوينت وزيروز يبقى معنى كده ان انت بتقول مفيش ديسمالز يعني ال 17 دي او مش ال 17 بس كمان ينطبق على كل 17 دي هي 17.0 هي 17.00 تمام هي 17 بوينت كل دول ب 17 ليه لان في الاول وفي الاخر مفيش ديسمالز عندك تمام يا حبايبي يلا 0 بلس 3 ايكوال 3 وادي الديسمال بوينت 7 بلس 1 ايكوال 8 وادي ال 1 هو عايز ايه بقى عندك كده حسبت الفيرست براكت حسبت السك بيقول لي اعمل ماينس بص كده لو انت تركز كده في المكتوب هتلاقي ماينس ما بين التو براكتس هو عاملها صغيره يعني اللي طلع لك من الاول من الفيرست اوبريشن واللي طلع لك من السكند اوبريشن اعمل لهم ماينس يبقى انت هتيجي تقول له 24 بوينت 300 ماينس 18.3 اعمل equating to the number of decimal places هنحط هنا zeros 3 minus 3 equal 0 24 minus 18 equal 6 يبقى الانسر هي ايه هي 6 هي دي الايه الفاينل ريزلت يا ولاد تمام عايزكم تتفرجوا على الحصه تاني شوفوها بتركيز تمام وتبقوا تجاوبوا الواجب اللي انا هرسله لكم حفظ الله يا حبايبي مع السلامه.